لو كل يوم في رمضان راجعنا سلوكياتنا تعلمنا منها راح نسعى للتغيير وراح نكون أفضل. كلنا شركاء. أهلاً رمضان، شهر الخير والتغيير، كن شريك في حفظ الأمن، أنت رجل الأمن الأول. كلنا شركاء، برنامج توعوي نسعى فيه لتطبيق قواعد وإجراءات السلامة خلال شهر رمضان المبارك. تعاوننا نرسي شراكة حقيقية من أجل سلامتنا. عبد الله، شوف البرازيلي ده للشاي، بطلع عند الباب أدخن إن شاء الله. أقول بعبد الله، متى تترك هالعادة السيئة؟ ترى صحتك تدهورت. سمعتوا اللي صار قبل شوي؟ خلونا نسمع الجمهور ما بين تعليق وراي. لأن هذا الشهر يعطيهم وقت كافي من الصباح للمغرب، ويواصل إنه يمنع التدخين. أنا من المدخنين وأتمنى إني أقطع التدخين، كون فترة الصيام ما يقارب 14 ساعة. الله يعيننا على تركها بإذن الله. هاي فرصة ثمينة الواحد يقوي إرادته ويبتعد عن التدخين، والكل عارف إن آثار التدخين سلبية حق الإنسان نفسه وأسرته. احنا نشوف الحين في رمضان يترك المدخن التدخين لمدة 14 أو 15 ساعة، ممكن هاي تكون هي البداية للإقلاع النهائي عن هذه العادة. وإحنا الحين في شهر فضيل، شهر مبارك، شهر رمضان، فهذه فرصة حق كل شخص يدخن إنه يترك التدخين. وأنت ردي يعني طول الوقت صايم، فهذه فرصة إن الواحد يترك ويهدد التدخين. شهر رمضان المبارك هذا اللي بيخليك تقلع عن التدخين. الدخان ما بينفعك، بيضرك بدنيا، بيضرك نفسيا، بيضرك ماديا. طول اليوم ما تفكر بالسيجاره، يعني وقت الاذان اول ما تسمع صوت الاذان تروح تدخن. ليش؟ استغل الفرصه هذه، شهر رمضان شهر الطاعه والغفران. انا احد الاشخاص المدخنين، لكن هالمره وفي هذا الشهر الفضيل وبتشجيع من الاهل وزملاء العمل، وباذن الله ان شاء الله ان اترك هذه العاده. إن شاء الله بحق الشهر الفضيل إن شاء الله نقطع التدخين. ما بين الصح والغلط نقدر نعدل سلوكياتنا ونشارك في بناء مجتمعنا. ابو عبد الله. هلا ابو عبد الله. هلا عمري. اشوف السنه في رمضان ما تطلع تدخن، عسى ما شر. ايه لا احسن كذي. شوي يا عبد الله بقول لك شيء، يعني انا صراحه نويت والله قدرني اني اتركها واخلي صحتي هي في البدايه. احنا رياضي حلوين حيفش حتى واي صفه. الله يعطيك الصحه والعافيه. بشراكتنا نقدر نعدل سلوكياتنا ونميز الصح والغلط. التدخين عاده مضره بالصحه، ورمضان للاقلاع عن التدخين احسن فرصه. كلنا شركاء، مع تحيات الاداره العامه للاعلام والثقافة الأمنية.